أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليه ويشف صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. احتجبت بنور الله الدائم الكامل. احتجبت بنور الله الدائم الكامل وتحصنت بحسن الله القوي الشامل. مدام حكمت، بسم الله الرحمن الرحيم. مدام حكمت، بسم الله. مدام حكمت، الو ابونا، انت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سينا، قاتلنا إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللوحة دي لازم نشيلها من هنا، دي خطر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. احتجبت بنور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. حضروا. غلك عظيم تجاه المداح يا مليكة. ده حبيبي يستاهل كل خير. انت ليه موجودة هنا؟ ما جالكيش امر انك تدخلي الحلم؟ انا موجودة عشان نفس اللي انت موجود علشان. احنا الاتنين هدفنا واحد، الخلاص من صابر وكل جنس. بس انت هدفك غير، عايزة تخلصي من صابر لوحده بس عشان تنتمي، تاخدي بتورك منه. حاولت كتير ومعرفتيش. مهمتك مع صابر انتهت. هو انت بتأمرني؟ انا جاي بلغك الامر.
قزح واللي بيمر. كلكم ماشيين في السكة الغلط. أنا أكتر واحدة عارفة صابر وحفظاه. طالما قرر إنه يمشي في سكة مش هيرجع منها غير وهو محقق اللي هو عايزه. خلوني أتعامل معه بطريقتي. كانت نفعت بإيه طريقتك قبل كده؟ بحاول الوصول لصابر بكل الطرق. بس إيه؟ قول. بس أنت ضعيف. لا، صابر بقى أقوى. وإيه اللي خلاه أقوى؟ زي ما احنا كتير، اللي بيساعده صابر كتير، وده مقويه، خصوصا بعد ظهور غنيم. أنا كنت جايلك زيارة لابنك. المحارب اللي عنده إيمان باللي بيدافع عشانه ما يلجأش لطفل ضعيف عشان يكسب بيه. مؤمن أو أنت يا صابر، وأنا كمان، بس مش بنفس الشيء. الطفل ده ذنبه الوحيد إنه ابن صابر المداح. كم روح راحت بسببك؟ أنا خادم مطيع لسيدي، أشطر تلاميذه. الطاعة لله وحده. أنتوا الاتنين زي بعضيكم، مذنبين. سلم السيف لقزح واسمع منه. اعفي حبايبك من عذابي. مشكلتكم مش عارفين قوة إيمان المؤمن بربه عاملة إزاي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليه ويشف صدور قوم المؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. 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 الله أكبر. ماذا يا رب؟ ماذا يا رب؟